طبعا للدكتور خالد حنفي وزير التموين حق الرد كاملا. دكتور خالد حنفي احنا مش بنهاجم حضرتك، احنا مش بننتقد حضرتك نقد من اجل النقد، ولكن نقد من اجل المصلحة العامة للشعب المصري. الحاجات اللي بنتكلم فيها دي قوت المواطن المصري. اتنين من نواب البرلمان المحترمين بيسألوا حضرتك اسئلة مشروعة جدا، احنا عاوزين حضرتك تجاوبنا على الاسئلة دي، سواء حضرتك حابب تطلع تجاوب او تبعت لنا مسؤول عن لسانك يقول اجابة. انا بقى مش بنتقده، انا بتهم قولا واحدا بالنسبة لي، انا اتهم وزير التموين انه من خلال هذه المنظومة سهل الاستيلاء على المال العام، ومكن مصاص دماء الشعب من الاستيلاء عليه من خلال منظومة مفقوبة. انا بتهم مباشرة قولا واحدا بعيدا عن عبارات ربما تكون مرققة، هذا ليس نقدا بل اتهاما مباشرا لسيادتك بأنك من خلال هذه المنظومة مكنت من الاستيلاء على المال العام. انا بقول قدام الناس كلها وحضرتك باب النائب العام مفتوح، ونلتقي سويا امام النائب العام، اما ان نخرج الى الشارع معا واما ان يبقى احدنا لدى النائب العام. وسنلتقي حتما تحت قبة البرلمان في السبع استجوابات وعشرات طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من نواب البرلمان. تمام.